بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانهيار الثاني، إنه العنوان الذي تحقق معنا ليلة البارحة بعد حدوث الانهيار الأول قبل أيام قليلة. لكن ما يميز هذا الانهيار أننا أخذنا بعض الصور الحقلية له، مع العلم أن هناك حجب متقطع وتلاعب بالبيانات بين حين وآخر، وبذلك نستطيع أن نعد أن هناك انهياران قد حدثا بالفعل بأقل من أسبوع، وهذا أمر يبشر أو مبشر لتحقق كامل الشرط الأول المتلازم مع الشرط الثاني، وهو دليلنا الأساسي لمعرفة سنة الوصول. فإن عرضتم تلك الصور والبيانات على العلماء والمختصين في علم الفلك الفيزيائي والسبب في حدوث تلك الاضطرابات، سيعزون ذلك إلى حججهم المعروفة مثل عواصف شمسية، تأثيرات الكواكب، حركة الصهارة إلى آخره، وكلها تفاسير جوفاء. وأكرر، العواصف الشمسية أمرها طبيعي حتى وإن بلغت لأعلى الفئات، وتأثير حقول الكواكب على حقل الأرض ذو محصلة مهملة، وحركة الصهارة لا تتم على ارتفاع 100 كيلومتر عن سطح الأرض. إذن ما هو السبب؟ هنا تقف الألسن لكن القلوب تتكلم. لاحظوا شكل الانهيار الحقلي، تبعثر في خطوط الحقل الأرضي، تلاشي وتكسر في الدرع الصاد الأمامي عند انتفاخ فان آلن، التواء وشد بأقطاب الأرض، وجود حقل معاكس دخيل لسير الرياح الشمسية يدفع ويشتت الحقل الأرضي نحو كل الاتجاهات. أيها الأكارم، لن أطيل عليكم لأن الأمور واضحة أمامكم. من كان يستهزئ بكلامي الآن أصبح الآن يراه أمامه. الأمور تتحقق بالتدريج، وأظن أنني على وشك قطع الكلام لأترك الأرض تتكلم. سابقا كنت أكتب لكم كل يوم، أما الآن أكتب لكم بين حين وآخر، لكني سأترك كل شيء عند تمام الارتحال الكهرومغناطيسي بعد شهور عدة من الآن، وعندها سيرى الناس الشق العملي لتحول أقطاب الأرض وإنقلاب موازينها. وبدون تعليق، فلننتظر الانهيار الثالث إن تحقق، أو سننتظر قليلا بعد ريثما يقضي الله أمرا كان مفعولا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.